إلى البندر في شهر نيسان، نشتي نبيع الفل كل والهان. رحنا إلى البندر في شهر نيسان، نشتي نبيع الفل كل تنسب الكثير من أحياء مدينة عدن إلى أسماء الأولياء والصالحين، ومنها حي العيدروس بكريتر، حيث ينسب هذا الحي إلى أحد الأولياء والصالحين الذين قطنوا في هذه المنطقة. أول بنك في الشرق الأوسط، البنك الذي أغلق العديد من البنوك والمصارف، أنشئ طبعا في عام 1894. طير على بندر عدن، زاد الهوى زاد النوى زاد الشجن. مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي هنا عدن على قناة يمن شباب. نبدأ معكم أولى فقرات البرنامج وفقرة معالم عدنية، تعالوا معنا. طير على بندر عدن، زاد الهوى زاد النوى. تنسب الكثير من أحياء مدينة عدن إلى أسماء الأولياء والصالحين، ومنها حي العيدروس بكريتر، حيث ينسب هذا الحي إلى أحد الأولياء والصالحين الذين قطنوا في هذه المنطقة. نحن الآن في حي العيدروس، أحد أشهر الأحياء الشعبية في مديرية كريتر وأكثرها كثافة سكانية، وقد سمي الحي باسم العيدروس نسبة لمسجد العيدروس الذي يعد أشهر المعالم التاريخية في محافظة عدن. فما قصة هذا المسجد؟ تعالوا لنتعرف. يعد مسجد العيدروس أحد أبرز المعالم التاريخية بمحافظة عدن، ورمزا دينيا يختزل الدور الثقافي للمدينة، وينسب اسم المسجد لمؤسسه أبو بكر بن عبدالله العيدروس، الذي يقال أنه قدم إلى عدن حوالي 890 للهجرة. ويعد الشيخ العيدروس أحد الفقهاء الذين ذاع صيتهم في ذلك الزمان، وتشير أغلب الروايات أن الشيخ عندما أتى إلى عدن استقر به المقام في هذه المنطقة، حيث كان يلقي دروس الدين هناك وذاع صيته خارج حدود البلاد. وعندما توفي الشيخ العيدروس دفن في نفس المكان، وبني فوق ضريحه قبة إلى الشمال من المسجد كما يتميز. قبة العيدروس عبارة عن قبة كبيرة تغطي حجرة مربعة تحتوي بداخلها على توابيت خشبية للشيخ العيدروس وأفراد أسرته وبعض أقاربه، وتقوم القبة على منطقة انتقال من حنايا ركنية معقودة بعقد مدبدب، وتزين القبة منطقة الانتقال من الداخل زخارف رائعة بالألوان المائية، قوامها أغصان وأوراق نباتية وزهور، منها زهرة القرنفل وهي من الزهور الشائعة في الزخرفة العثمانية. وتفتح في منطقة الانتقال 4 نوافذ للإضاءة والتهوية، كما تفتح في جدران الحجرة 4 أبواب بواقع باب واحد في كل جدار، وهو عبارة عن باب خشبي مستطيل تم تزيينه بزخارف محفورة رائعة. وبرغم أن المراجع تذكر بأن تاريخ القبة يعود إلى العام 914 للهجرة، وهو نفس العام الذي توفي فيه الإمام العيدروس، إلا أن البناء الحالي للقبة والمدخل الرئيسي يرجع تاريخه إلى العام 1274 للهجرة. وتمتاز الزخارف التي تزين مسجد وقبة العيدروس بتنوعها من حيث الأساليب التطبيقية، فإلى جانب استخدام طريقة الإفريسك التي نفذت بالألوان الأحمر والأزرق والأصفر في تزيين قبة المدخل البارز وقبة العيدروس من الداخل، ستلاحظ روعة زخارف الأخشاب التي استخدمت في الأبواب والنوافذ الخشبية. قد نفذت هذه الزخارف الكتابية والنباتية والهندسية على الأخشاب بالحفر والتخريم، ويقال أن هذه الأخشاب نقلت خصيصا من الهند إلى عدن لاستخدامها في بناء المسجد. وبخلاف قبة العيدروس التي تحدثنا عنها قبل قليل، هناك أيضا منارة العيدروس التي تعد تحفة معمارية خالدة،
وتختلف بطابعها عن أي قوية أخرى. تلاصق المنارة الجدار الشمالي للقبة في الركن الشرقي، وقد بنيت من حجر الجبس الأسود، وتتكون من بدن مثمن به ثلاثة دورات خشبية تنتهي بقمة على هيئة قبيبة صغيرة مضلعة. ويلاحظ قلة الفتحات في جسم المنارة، غير أنه قبل الدورة الثالثة توجد أربع مشربات خشبية تبرز في جسم المنارة، ربما كانت لاستخدام المؤذن. ويحيي طراز هذه المنارة بالتأثيرات الفنية في أساليب بناء المنارات السائدة في شرق العالم الإسلامي كإيران والهند، نظراً لموقع عدن الجغرافي وصلاتها مع الهند خلال العصور الإسلامية، لكنها تتميز بمزجها لكلا الطابعين. في هذا المكان وبالتحديد في أول جمعة من ربيع ثاني، يتقاطر الناس من مختلف مديريات محافظة عدن لحضور الزيارة السنوية في ذكرى دخول الإمام العيدروس إلى محافظة عدن. وبهذه الذكرى مشاهدينا الكرام ننهي معكم هذه الفقرة، فقرة معالم عدنية، وننتقل الآن بكم إلى الطرافة والابتسامة ومع الزميل رائد طه وفقرة طرافة. حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، هيا بطنا صوتي. شكرا علي، ويا رب تكون استمتعتوا مع علي في معالم عدن. خلونا اليوم نشوف كلمة جديدة في الشارع العدن، وهي عادك ما تعرفها. خلونا نشوف آراء الناس، خليكم. حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان. خلونا الآن نشوف نتعرف على كلمة عادك ما تعرفها. السلام عليكم. السلام. تعرف عليكم؟ مرسال عبد الله نايم. أهلا مرسال. تعرف عليك؟ لا ما أعرف. طيب، بحكمكم رجال أمن في المنطقة أو في الملهجة، نقول كلمة عادك ما تعرفناش، ليش استخدمت؟ عادك ما تعرفناش. تعال معاوية ضم معنا. أنا والله. عادك ما تعرفناش. واجهتوه ما واجهتوهش من قبل؟ واجهناه بس يعني. بالاسلوب حقا احنا العفاقه على ذاك ما تعرفناش يعني، بس تخمد لك مني يا صاحبي. وانت معايا نفس الراي؟ نفس الراي. طيب ايش ممكن تعطونا احنا كذا من جو عدن؟ نكته، شعر، اغنيه، اي شيء زامل. الله لا اخرج الله. يلا ايش نهب لكم؟ يلا اعطينا اللي معك. اغنيه ايش؟ ما فيش ابننا 500 خل نحرك. ليلة ما شاء الله صوته مليح. يلا هاكم الاغاني. يلا يديها بينا. لا بس مش حافظ اي حاجه كده بس. ها اي شيء سلك من 500 خير تنفع. طول عمرنا واحنا بنرسم بالهوى نور حبنا، طول عمرنا واحنا بنرسم بالهوى نور حبنا، في البعد عشاك في الأرض. أخذ ضحك ناس. والله معكم عادك ما تعرفناش كيف بعمل. واحتر الله ما في جنب واحتر سعى. اسمك؟ وانت ايش اسمك؟ جمال وبيان. انت اخوان؟ اه. ايش معكم هنا؟ ايش معكم هنا؟ تمشوا ولا ايش؟ ايوه. وكيف الاجواء بعدن؟ حلوه. حلوه؟ درهنتوا ولا عادكم؟ عادكم الدرهنتوش؟ ليش الدرهنتوش؟ عملنا أنا جينا. ها عادكم وصلتوا. طيب نحن دائما بعدن نسمع كلمة اسمها عادك ما تعرفناش، سمعتوا منه؟ ما سمعتوش كلمة عادك ما تعرفناش؟ لا. لما حد يجي ضارب يقول له بضربك أنت عادك ما تعرفناش، ما سمعتوا منه؟ أنت سمعته؟ شوف هو سمع، أنت ليش ما سمعته؟ متضاربي صح؟ طيب هاك فاتلنا معكم ونشوف الآن. السلام عليكم. ايش اسمك؟ انت جليلة وانت كمال؟ ايوه. من فين انتو؟ من كندا. اها. ولدنا هناك. اها انتو من كندا؟ ايوه. باين حتى انا من كندا، تشوفونا؟ ايوه. نفس الشعر بس احنا هنا مع الحماء قليل. ايوه. ايش رايكم بالاجواء في عدن؟ يعني مش حر. ايوه. ها؟ يعني لو نروح مستمتع. هناك اها ايوه مش الان متعودين على الحر. لما نلبس المكيف هناك لو رحنا هناك بنرجع كيوت. حلو. طيب ايش ممكن تعطينا احنا اليوم؟ اغنيه ولا نكته؟ هذا جديد انا اغني. يلا اذا انت نكته وهي اغنيه. يلا نبدا كمان. هذا كانت
عليك دقيقة إذا ردي عليه يلا ردي عليه بغنية شكرا لكم نتمنى لكم اقوى احلى باي عندك يعني ما تعرفنا يعني عندك ما تعرف شخصيتي ايش طيب يعني هذه دائما فين نستخدمها؟ يعني للهنجمة او حاجة زي كذا للهنجمة عبد الله عبد القريب عبد الله عبد القريب عبد الله ايش ممكن تعرف؟ مرة ولد رايح يتعلم بالمدرسة مرة ايش؟ مرة ولد ها؟ رايح يتعلم بالمدرسة تعلم الرق الحيوان روح لعند ابوه قال له يا ابا علمت علمت بالعربي الرق الحيوان قال له ايش الدرس؟ قال والله وصلت فر بردان دخلت خانتي على جري اقلت يوم ولا المقع حاجة تقرا لها يا انا ما تعرفناش متى سمعتك؟ هذه سمعتك من فترة طيب متى تستخدمها دائما؟ الايام دايرة وكان صغير متى تستخدمها بالضبط؟ استخدمها يعني لما في واحد يجي يسالنا ولا ما تسمعش اي وقت المشاكل؟ الا وقت المشاكل كيف؟ عرفك يا اخي ما عرفكش ولا حظك ما تعرفناش لما اخترب اي غلط ما تعرفناش ما تعرفناش طب قد سمعت على كلمه اسمها حظك ما تعرفناش هذا وقت المضرابه العقل جامد جامد انا عارف انه اليوم ناوي شر هذا ما يضاربوه واحد ولا واحد اقول له حظك ما تعرفناش انا طيب استاذ طيب قل لي ايش ممكن تعطينا احنا في هذه الاجواء العجيبه؟ نشتي نكته نشتي شعر نشتي بهبله يلا اعطينا اقول لك مره واحد في معاه 30 ريال قزع في ناس يلعبوا اسمه هذا حط يا نصيب بيمه دق بال 10 ريال قال له خضره مجموع قال يلا تنفعنا دق بال 10 ريال الثانيه قالوا قاري قال الحمد لله الله مالك الحمد يا رب اطلب الله باقي له ليش؟ زباين باقي له الميزان قال بادوك بحصل الميزان كي حصل داك ايش حصل؟ حصل باب البلديه قشل انا كان متوقع لك بالعجله الاخيره الزباين عايزين بيع الخضره حقه ويخارج شكرا لك بكذا نكون انتهينا من فقر القرابه وعرفنا اراء الشارع العدني حول كلمه عادك ما تعرف الناس خلينا الان نروح مع عمنا ومع مرحبا البنك الأهلي في عدن أول بنك في الشرق الأوسط البنك الذي أغلق العديد من البنوك والمصارف أنشئ طبعا في عام 1894 وتم افتتاح فروع أخرى له في التواهي أيضا في عام 1895 للمعرفة التفاصيل أكثر وأكثر تابعونا في التقرير التالي إن التاريخ الاقتصادي لمرحلة اتحاد الجنوب العربي سابقا كان يعتبر نقلة جديدة في العلاقة المالية وفترة بلغت فيها عدن منزلة هامة في صياغة أوضاع اقتصادية انعكست على مستوى الحياة والإنسان في هذه المدينة والرؤية الهادفة إلى مد ذلك التطور نحو بقية ولايات الاتحاد وهذه محاولة لتقديم بعض المعلومات عن مؤسسة النقد للجنوب العربي مع العودة إلى بداية نشأة المؤسسات المالية في عدن افتتح الكابتن لوك توماس صاحب الوكالة البحرية أول مكتب له للصرافة في عدن وكان ذلك عام 1871 وعرف باسم بنك عدن وتبعه قهوجي وغيرهما وفي عام 1892 افتتح بنك يونو أوبنتل بنك كورب ليمتد فرعا له في عدن إلا أن عمله لم يستمر طويلا فقد توقف عن المعاملات وصفيت أعماله في لندن في نفس العام بسبب مشاكل مالية وفي شهر مارس من عام 1951 افتتح البنك الشرقي أول فرع في عدن أسترين بنك وفي شهر إبريل من عام 1952 افتتح البنك البريطاني للشرق الأوسط فرعا في عدن وكذلك فعل البنك الهندي في عام 1953 افتتح بنك شارترد فرعا له في عدن وفي عام 1954 افتتح حبيب بنك الباكستاني فرعا له في عدن
وهذا البنك أسس في عام 1941 في باكستان، وقد بلغت شبكة فروعه 438 فرعا، وكان الرأس المال المصرح به قد بلغ 10 مليون روبية، والرأس مال المكتتب له 5 مليون روبية، الرأس مال المدفوع 5 مليون روبية، الاحتياطي النقدي 3 مليون و100 ألف روبية. أما الودائع لغاية 31 من ديسمبر من عام 1965 فقد وصلت إلى 197 مليون و380 ألف روبية بتاريخ 27 من إبريل من عام 1956. تكونت جمعية البنوك العدنية لحماية مصالحهم إيدن إكسشنج بنكس أسوسيشن، وفي نفس العام افتتح البنك العربي فرعا في نفس عدن. في نوفمبر من عام 1966 تم إنشاء بنك الجنوب العربي في عدن، وإلى جانب هذه المؤسسات المالية عرفت عدن بعض المؤسسات الاقتصادية التي أسهمت في تقدم الحياة الاقتصادية لعدن والجنوب العربي، ومنها مؤسسة الصبان وشركاه للمحاسبة والتدقيق، وكان صاحبها السيد علي الصبان، وقد أسست في 14 من أكتوبر من عام 1964، وهي أول مؤسسة وطنية في الجنوب العربي للمحاسبة والمراجعة. ويقول صاحبها: قد ساهمت مساهمة كبيرة في مساعدة الكثير من المؤسسات والشركات والتجار في الجنوب العربي، وذلك باعتمادها في هذه المؤسسات على أحدث النظم والأساليب في المحاسبة. لم يقتصر نشاط مؤسستنا على عدن وحدها، بل تعداه إلى مختلف أجزاء وإمارات الجنوب والجمهورية العربية اليمنية، وهي الآن معتمدة من قبل أكبر الشركات المساهمة في حضرموت كشركة الكهرباء الأهلية المحدودة وشركة الماء الأهلية المحدودة في بلدة شبام حضرموت وشركة كهرباء الشحر الوطنية. في عام 1958 ضم البنك الأهلي مع بنك جريندليز، والذي أيضا ضم مع البنك الأهلي الهندي الذي أنشئ في عام 1906 وكان تحت مسمى البنك الهندي المحدود. وطبعا بعد ما ضموا البنوك هذه وعرف بالبنك وكان في مقره في شارع أروى حيث ما نحن الآن، وطبعا افتتحت له عدة فروع في أبين ولاحق، وكان الإدارة العامة للدكتور كنزارة، وأرجي كان مدير الفرع في عدن. شتير به ليلى ما شرق دنو، شتير به ليلى. شكرا منى، ويا رب تكونوا استمتعتوا بفقرة أسبقية مع منى. اليوم معنا في شاهي عدني نجمة من نجوم عدن، نجمة من نجوم اليمن، ونجمة من نجوم الوطن العربي إن شاء الله وعلى المستوى العالمي خصوصا الهندي، ما تعرفوا ليش بعدين. معنا النجمة الجميلة عبير عبد الكريم. أهلا عبير، معنا أنا عارف أن اسمك عبير السقاف، بس اليوم تفاجأت أن اسمك عبير عبد الكريم. كل الناس تفاجأوا على فكرة يا رايد، اسمي عبير عبد الكريم صالح، وإنما ينسبوني لبيت أهلي اللي في عدن، بيت السقاف طبعا معروفين. والأخي أخي الكبير اسمه السقاف، فأول ما بدأت كانوا دايما يصيحوا لي عبير السقاف. عشان كده يعني اسمه عبير السقاف، بس الآن يعني يا ريت صيحوا لي عبير عبد الكريم. ولا ما فيش دخل البيت أبدا. نورتين احنا عبير، الله يحفظك. بفقرة شاهي عدني. ونقول في البداية، كيف كانت بداية عبير ومتى كانت؟ بدأت قبل 5 سنوات طبعا بسكتشات، كانت بدايتي مع ناس كلهم مبتدئين. بعدها على طول اشتغلت مع عمر الشعبي مسرحية اسمها حب أعمى، كانت هذه بدايتي. حبيت العمل فيها كثير طبعا، عرضتها 3 سنوات. بعدها خلاص يعني سبحان الله، يعني زي ما قلت لك الواحد حب هذا الشيء كثير، حبيت التمثيل جدا وحابة إن شاء الله إن شاء الله استمر فيه. الحمد لله. طيب بالنسبة لطفولتي، هل يعني كان التمثيل من ضمن أحلامك، أو كانت عبير تحلم بشيء ثاني بس الظروف ساقنا إلى أن تكون ممثلة؟ والله شوف يا رايد، ولي صغيرة حلمت كثير حاجات. كثير والله. نفسك كانت تسخن أوه كثير والله. مرة حلمت أني أكون طبيبة، ومرة مهندسة ديكور. زمان أني أذكر. الحمد لله أنك ما توفقتش بحاجة من ذلك. الحمد لله صالحنا. وأبدا ما كنتش أتخيل أني ممكن أكون ممثلة، بس بسن 14 سنة كنت احس انه بداخلتي لما اشوف حاجه عجبتني في التلفزيون اوقف عند المرايه احاول شفت اللي يتقلد اللي بقول هذه العباره بطريقتي.
كنت كذا وأني صغيرة، بس عمري ما كنت أتخيل أنني أكون ممثلة. وهذا كان حلمك وعدك 14 سنة يعني. هذا وأني 14 يعني سنة، يعني قبل تقريبا 20 سنة أو 30 سنة. رايد كبرتك زيادة. كثير مش زيادة، كثير مرة. طيب عزيزي، نقول نحن عايشين في مجتمع متحفظ كثير. أيوة، فأكيد واجهتي مشاكل بعد ما في الخمس سنوات اللي بدأت يعني تظهري فيها كممثلة، خصوصا في الفترة الأخيرة لما ظهرتي في التلفزيون. فكلمينا إيش المشاكل اللي واجهتيها يعني. حابة أقول لك شيء، أحيانا المشاكل الخارجية متأثرش عليك أكثر ما يأثر عليك اللي في الداخل. بالفعل أنا ببيتنا كثير كانوا متعاونين معي، وكثير وجهوني وكثير ساعدوني، لدرجة أنني نسيت المشاكل الخارجية، لدرجة أني حتى ما أحسش أنه معي مشاكل خارجية. وفعلا الآن لو تجي تقول لي إيش واجهتي من مشكلة، صعب أقول لك أني واجهت كذا وكذا وكذا، ما حسيتش هذا. يعني أنت في كان تشجيع كبير من أهلي جدا، مش بس من أهلي قد يعني، معي صديقات زي خواتي شجعوني لدرجة أني والله العظيم نسيت حتى اللي حواليا إيش يقولوا. مثلا كثير يحصل إنه دي إيش تعمل، إنه دي مش كل الناس فاهمة إيش يعني تمثيل في الفيلم. وانتي نجمة بجد يعني، والفترة الأخيرة ظهرتي بطريقة جميلة. شكراً. وأعتقد كثير كانوا بيكلمونه وإنه حبوك، وتلقائيتك في العمل هي اللي خلتك محبوبة لله. شكراً. عمل مثلا أنت قمتي فيه ويعني وتتمني تعيديه، سواء كان مثلا العمل ده حسيتي بقصور انك يعني ما اديتيهوش فيديو، لانك مثلا العبير حست اني مقصره في العمل هذا وتشي تعيديه عشان انك تشي تعيديه مره ثانيه. حابه اقول حاجه بسيطه قبل ما اكلمك. انا بجد مش موضوع انه مثلا تقول انني شايفه انني يعني ممتازه بشغلي، لا، بس اني اجد بعملي جدا لدرجه انني ما احسش اني ممكن اعيده للتقصير، فاهمني؟ ايوه. اني ودي ثقه ونحن نحب انه الانسان يكون. شكرا الله يحفظك. بس اني في عمل فعلا اني من كثر ما حبيته يا رايد، كنت مثلا اليوم اعمل بروفا، اروح بالبيت احط راسي على المخده، اراعي متى بنام، وبيجي بكره وبيمر الوقت بروح بعمل البروفا الثانيه حقه. هذا عمل كده حرام. كده حرام. ايوه. عرضت قبل سنتين، تاليف واخراج عمر الشعبي. طبعا عفوا، بس نوجه احلى تحيه للفنان عمر الشعبي، مخرج فرقتكم اكيد. اشتغلت مع عده ممثلين، صقر عقلان، اكرم، دولهم احلى تحيه اكيد، زيد البيحاني، يعني مجموعه كبيره. طبعاً. احمد سليم. حبيته جدا في سيره في فنلندا. حبيته جدا، هو كان دور طبيبه نفسانيه، بس يعني حبيته بشكل ما تتوقعوش، لدرجه انه الان لو يقولوا لي بنعيده مره ثانيه وثالثه ورابعه بعيده، ما عنديش مشكله. طيب عبير، حسيتي نفسك في الكوميديا او في الدراما؟ اني ممكن اشتغل الاثنين على فكره، بس اني احب الدراما اكثر. الدراما اكثر. حلو. طيب عبير، من النجوم على المستوى المحلي او الخارجي او العالمي، عبير شافت عمل معين لنجمه معينه وقالت الله اتمنى انني اكون بدل النجمه ده في العمل ده، ايش هو العمل تقريبا؟ اسفه يعني، فيلم هندي. اسمه ديفداس. ديفداس. ايوه، بطولة شاروخان، اشواريا راي، مدهوري دكشت. حبيت شخصية مدهوري دكشت جدا 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 جدا. هو صعب انه تنعمل هنا، صعب جدا. بس انت سالتني سؤال انه بمخيلتك ممكن تعمليه، حابه جدا. ايوه، وانا اسف على السؤال هذا، واخر مره سال عبير على مخيلته، لان مخيلته طلعت كبيره جدا. نتمنى لك بجد انه عبير تجي لك فرصه وتعملي عمل زي هذا واكبر من هذا ان شاء الله يا رب. عبير، بعد خمس سنوات من العمل في المسرح، وبعد المشاكل يمكن نقول ولو انك ما حسيتيش، لكن اكيد في مشاكل ضايقنك ولو على المستوى السطحي، لو رجعنا الان لخمس سنوات وقبل ما تدخلي في المشوار الفني، بعد ما شفتي ذا، هل بتفكري انك تستمري او تدخلي في المشوار الفني مره ثانيه وتستمري فيه، او تتوجهي توجه ثاني تقولي لا أنا أريح راسي بدل المشاكل دي كلها وخليني أشوف حاجة تاني؟ إذا رجعت إلى خمس سنوات قبل، يعني ما بفكرش بالمشاكل هذه، بفكر هل أنا بحبه زي ما أنا أحب التمثيل الآن، وهل بعمل الشيء اللي أنا أعمله الآن ولا لا. لأنه حكاية المشاكل أنا قد قلت لك من قبل، لما تلاقي حد وراك يدعمك تنسي كل شيء. طب عبير، أكيد في أنت يعني اشتغلتي على مستوى المسرح واشتغلتي على مستوى التلفزيون، وليك كثير من الأعمال الحلوة واللي حبتك الناس فيها. شكرا. اكيد بيكون حصل لك موقف محرج، تقولي ليش ما في؟ اكيد انا عارف انه في موقف محرج، فقولي لي من ايش من مواقف محرج تذكريه الى الان؟ دائما مثلا كل ما تذكري الموقف ده تجلسي تضحكي على نفسك او تضحكي على الموقف اللي حصل. هو بصراحه محرج ما فيش، يعني من المواقف الحلوه اللي حصلت لك ما فيش، بس
يمكن الحاجة اللي تحرقني يعني لما أدخل الكلية هذه عبير اللي فرصة أخيرة رشا فضيعة مش عارفة إيش يعطوني شيء من الإحراق. صح إنه الواحد يفرح إنه والله الناس حبوني بالشخصية، بس بنفس الوقت إنه أنا يوميا الكلية هذه يوميا أدخله ويوميا بتبكروا على نفس الموال، وأني أشكرهم على هذا الشيء، بس بنفس الوقت أوصل القاعة متأخرة وكمان محرقة جدا، يعني تخيل كمية هائلة من الناس توقفك في الطريق. بالفعل. طب عبير لك مشاركات مثلا خارجية؟ لا ابدا، ما قد حضرتش بمشاركه خارجيه. لا ابدا. طبعا اتمنى لك انك تحضري مشاركه خارجيه، لانه بالفعل المشاركات الخارجيه فيها استفاده غير عاديه. اكيد. عبير، رساله تحبي توجهيها لشخص معين، لجهه معينه، سواء مثلا لوزاره، للحكومه، لاشخاص معينين قريبين منك؟ يمكن اولا بقول لك، اقول لاهلي طبعا شكرا جدا لوقوفكم جنبي، احبهم جدا وما تخيلش حياتي بدونهم. لولا دعمهم اني فعلا ما كنتش بكون عبير اللي اني هي الان. هذا اللي بقوله لاهلي، وبشكر صديقاتي طبعا اللي وقفوا جنبي برضه. طبعا اني لازم اشكر كل شخص وقف جنبي، بس هذول من الناس اللي وقفوا جنبي وقفه قويه يعني. بس ما اعتقدش اني بوجه لحد ثاني رساله. ولو قلنا لك وجهي رساله يعني لزملائك في نفس سنك او اللي طلعوا معك، اي رساله توجهي لهم؟ يعني انت الحمد لله حظيتي بفرصه حلوه انك ظهرتي على التلفزيون والناس شافتك، فايش من رساله توجهي للناس اللي تحس انهم بالفعل مبدعين بس لسه ما لاقوش الفرصه؟ اقول لهم حبوا عملكم عشان تبدعوا، ولا تيأسوش ابدا، لانه الياس ما يوصلكش لحاجه. طيب عبير، اعطينا بعض اعمالك، تقولي لي بعض الاعمال اللي انا عارفه بس قد يكون الناس مش عارفين الاعمال. حب اعمى. حب اعمى بصراحه كده حرام. نس في الباي باي. زوجتي في خطر. فرصه اخيره رمضان. كان العمل التلفزيوني الوحيد لي. اكيد ايوه، كان عندي فلاشات تلفزيونيه بس طبعا مش مسلسل. حبيتي تجربتك في فرصه اخيره؟ اكيد. أني طبعاً مش عشان شيء، كل الأدوار بفرصة أخيرة كانت تجنن كله عامة، بس أني لو كانوا حطوا لي الأدوار كلها وخيروني برضو كنت مختار رشا. برضو بتختار رشا. أيوة حبيته جداً. طبعاً عبير نحن كنا مستمتعين جداً. شكراً. الله يحفظك. باللقاء الخفيف، وفي شيء عدني اللي ما وصلش. بشربه بعدين. لازم تشربي مع رشا عدني. أكيد. أنا سمعت أنه صوتك حلو. لا. أنا سمعت عبير لو تقول ليش لا، فما بش معي خيار إلا أنك تغني. يا انك تغني وبعد كده تشتهري مش ممثله بس، وانما فنانه وتمسكي مخادر والى اخره. بيقتلوني. او انه نسجنك يومين تعذيب مشان تبطلي تغني. اوه شكلي بنسجن. اي فنانه تحبيهم؟ احب كثير فنانين وكلهم طبقات صوتهم ما تجيش عليا. كلهم. يعني بلش. ايوه كثير احرقتني مش عارفه ايش اغني. طيب يلا كده بس كوبليه بسيط، انا ماشيش نحاول اغنيه كامله. ماشيك تتهوري بال اوكي استحملوا. لكن لا ما عليك. عرفت غبت تاني ممكن اعمل ايه، دف وش انا مخبيه وخليته لبكره، الباب هو على ناحية مفتوح، اتفضل يلا روح، تهديد ده على فكرة. خلاص يعني خلاص، في امل انك تقولي في النهايه. ما في شيء. انا قلت والله عاد انا اقول للشباب حاولوا تجهزوا طاقم جنب الباب. يا ريت. نزل عبير لو ازعجتنا احنا نسجنها يومين تبطل. هو انا كنت بزعجكم بس يعني حاولت. عبير بجد انت نجمه تستاهلي كل خير. شكرا. الله يحفظك. اتحفتي احنا في فرصه اخيره. الله يحفظك. وانا شفت لك اكثر من مسرحيه كانت بجد جميله. شكرا. واتمنى انه المسرحيات دي تصور علشان الباقيين يشوفوا عبير على يعني في الجانب الكوميدي اللي فاجأتينا فيه. يعني انا اول ما شفتك في جانب كوميدي بس كان يمكن عمل بسيط او اولي، فحبيت عبير فيه. بعد كده شفتك في الدراما، لكن بعدين رجعت شفت لك اعمال حبيتها كثير. شكرا. على مستوى المسرح اتمنى الناس بجد تشوف عبير. شكرا. اتمنى لك التوفيق. الشاهي وصل. وصل الشاهي. شكرا. نعم الشاهي عدني، قولي لي ايش رايك فيه. طبعا الفقره اسمها شاي عدني، يعني شاي عدني وبس، لا تطمحيش بعشاء. اكيد. الحمد لله. رغم اني جوعانه يعني بس. ايش رايك بالشاي العدني؟ حلو جدا، بس انا اعمل احلى منه على فكره. ما اعتقدش. عبير، على مستوى المحلي كمان او الخارجي، اي الاعمال حبيتيها
واي نجوم حبيتي مثلا تشتغلي معاهم سواء في مستوى المحلي او الخارجي؟ سؤال حلو بس برضه من المستحيلات. اللي برضه شاروخان اكيد. هلا نلغي الاسئله. لا مش عشان شيء، بس اني من الشخص اللي عنده ميول جدا للافلام الهنديه. يعني توجهك دائما جدا احبه جدا، حتى يعني ممكن اني اتسمع 24 ساعه اغاني هندي. جوالي ابدا مستحيل تجي تلاقيه في بو يعني غنية عربي او قد من كتر ما احبهم. فانت تسالني سؤال فاكيد بقول لك شاروخان، سلمان، الحاجات دي. ذكرتينا بعمر جمال وعدنان الخضر، اقول لهم احلى تحيه. اكيد طبعا احنا ما نطلعش عمل الا ويهرونا بالهندي. يهرونا. سمعته مره يغني عمر جمال. طيب على مستوى المحلي؟ المستوى المحلي طبعا اني كثير يعني، وانت عارف هذا الشيء، كثير كنت اني احب رائد طه. ببداياتي كنت اقول لهم يعني خايفه زوجتك تغير. كنت اقول لهم اموت على رائد طه، استمتع جدا خصوصا في مسرحيه اسمها سيدتي الجميلة. حبيت الدور حقه جدا لدرجه اني كنت اقول لهم اني بعمل ولد، ما عنديش مانع انني اعمل ولد. اكيد. انا اتمنى والله العظيم كمان انا شفتك في اكثر من عمل وحبيتنا بجد، حتى يوم ما قالوا ترشحوا من البنات في مسلسل فرصة أخيرة فقلنا يا ريت تكون عبير موجودة. أتمنى الآن أشتغل معك مسرح، لأن بجد أنا شفتك بالمسرح عاملة جو حلو ولطيف، فأتمنى أن تجي فرصة ونشتغل أنا وأنت إن شاء الله يا رب. طيب فرصة أخيرة حبيتي فيها؟ فرصة أخيرة إيش اللي حبيتي في فرصة أخيرة؟ حبيت فرصة أخيرة كله كاملة. تجنن فرصة أخيرة ما شاء الله. طبعا أني طبعا مش منتقدة ولا شخص ممكن أقول لك أنني فاهمة لدرجة أنني ممكن أقيم لك كل شيء، بس أني حبيت التفاصيل كل اللي فيه. حبيت كل من اشتغل فيه رغم أني ما التقيت بهمش كلهم، بس حبيتهم كلهم. صح أني ما تابعتش كامل لظروف يعني شغل وكذا، إلا أني بجد والله العظيم حبيته بشكل فظيع. صدق عندنا الحين شفت الكهرباء كانت تطفي وده راعيلة 10 ما اجتش تنتين ممكن اشوفها، تنتين ما اجتش اقوم الا 12 الظهر يعني عادي. عادي شفتها كيف. انت بجد نجمه، حبيناك باعمالك المسرحيه والتلفزيونيه. شكرا. نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك بجد انك توصلي الى المستوى العالمي اللي انت تحلمي فيه ان شاء الله. يا رب. نتمنى لك التوفيق ويا رب نشوفك في 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 نجاح اكبر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم. يا طير اطير يا على بندر عدن.